إشارات طيبة صادرة منكما، أود أن أضيف إليها يا دكتور محمد قباطي إشارة أخرى، ولكن هذه المرة صادرة عن المجتمع الدولي، خاص عن البنك الدولي الذي رفع التجميد عن اليمن، رفع التجميد عن تمويل اليمن وقال أنه سيستأنف العلاقات مع الحكومة. هل دكتور محمد تعتقد أن اليمن بحاجة إلى مزيد من هذه الإشارات الطيبة والجيدة للدعم، خاصة من جيران اليمن العرب، للتأسيس للمرحلة القادمة؟ بالتأكيد لاحظي أنه النظام السابق عرقل كل المبادرات التي تقدم بها شركائنا الإقليميين وشركائنا الدوليين. أريد أن أذكر يعني هنا في لندن حيث ما أنا في نوفمبر 2006 قدم 5 مليار دولار لليمن، ولكن النظام بحكم يعني عدم الكفاءة والفساد اللي فيه لم يستخدم ولا حتى 5% منها. هناك مجموعة أصدقاء اليمن التي تشكلت هنا أيضا في بريطانيا في يناير بمبادرة من رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون في يناير 2010. هذه المجموعة الآن تنوي أن تعيد عقد اجتماعاتها التي تم عرقلتها من قبل السلطة، وهي مجموعة هامة جدا لأنها تضم إخوتنا في مجلس التعاون الخليجي، المجموعة الأوروبية، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الصناعية الكبرى الثمانية G8، وحتى G20 الآن ممكن تنضم إليها وتتوسع مجموعة الـ20 داخلتها. فاليمن أمامه فرص كبيرة جدا جدا بحكم موقعه الهام والاستراتيجي، والعالم كله يريد إيجاد حالة من الاستقرار والدفع بقضية التنمية، لأن المشكلة في جزء كبير منها هي مشكلة أيضا اقتصادية، حتى مشكلة القاعدة والإرهابية جزء منها مشكلة اقتصادية. وبالتالي الوضع يعني يتطلب الآن بأن نقف مع الفريق أو المشير هادي والأستاذ محمد سالم باسندول لكي ننتقل للمرحلة القادمة. والمرحلة القادمة أنا يعني وصفت هناك 4 مهام أساسية فيها. المهمة الأولى هي قضية إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن، ويعني والمهمة الثانية هي يعني القضية الاقتصادية هذه، وقضية إعادة عقد مؤتمر الرياض اللي تأجل منذ العام الماضي، وهو مؤتمر هام اقتصادي هام جدا سيساعد قضية التنمية في اليمن، وقضية إعادة يعني هيكلة وتأسيس العمل الاقتصادي والمؤسسات الاقتصادية في اليمن. والقضية الثالثة وهي قضية مؤتمر الحوار الوطني الشامل الجامع، والذي يجب أن تنتصب أمامه القضية، قضيتنا نحن في الجنوب، القضية الجنوبية، كمدخل أساسي لحل وإيجاد تسوية تاريخية في اليمن كاملة. نعم. وأيضا القضية الرابعة وهي القضية يعني خلق دستور جديد توافقي يستطيع أن يتحقق فيه لليمنيين جميعا دولة فيدرالية اتحادية قائمة على أساس النظام البرلماني، تتحقق فيها شراكة حقيقية في السلطة والثروة والمواطنة المتساوية لكل أبناء اليمن شرقا شمالا غربا. الخليجية ربما خلال المرحلة القادمة. دكتور مجيب، كيف ستتعاملون في المرحلة القادمة مع شباب الثورة بالتحديد لإنقاذ اليمن؟ اليمن اليوم هو بلد منهار اقتصاديا، بنية تحتية متصدعة، الحالة الأمنية مهددة أيضا بالانفجار رغم كل ربما المحاولات لإنقاذ هذا الوضع، وأيضا هناك تربص من قبل مختلف الأطراف السياسية لبعضها البعض. كيف ستتحاورون مع الأطراف هذه وخاصة مع شباب الثورة؟ أختي الكريمة، احنا دعينا نوضح موضوع شباب الثورة. الشباب الذي نزلوا الساحات للوهلة الأولى شباب كانوا صادقين وما زالوا بعضهم صادقين، وهم ناس وطنيين لا لبس في ذلك، وناس كصفحة البيضاء. ولكن كما سلفت الذكر بأنه بعض الذين سقطوا أو الذين كانوا أركان في النظام الذين ذهبوا إلى الساحات بحجة أنهم يحموا الشباب وهم يحتموا بالشباب، أنا لا أسأل أخ وسيم هؤلاء الشباب أين هم؟ لماذا لا نراهم في الحكومة؟ الشباب يا أختي الكريمة استغلوا وواصفوا كانوا مطية في حقيقة الأمر. نحن نراهم في التلفزيونات والشعارات مربوطة في رؤوسهم مشروع شهيد. طب لماذا لا تكون مشروع وزير أو مشروع وكيل أو مشروع سفير أو مشروع مسؤول؟ لماذا لم نراهم في الحكومة؟ هل هذا فتحت السؤال له المجال دكتور مجيب؟ هذا هم محسوبين على الطرف الآخر، لأنه هم الطرف الآخر حاور باسمهم في في في, في, في سواء في أبو ظبي أو في الرياض. هذا ما يجب أن نعرفه. ونحن الآن ما زلنا معنيين بالحوار، لأنه الذي في الساحات من هم؟ أخواننا وأهلنا وأقاربنا، هذا الشيء مفروغ منه. هناك من يرى أن الآن في توكل كرمان مشروع رئيس دولة مستقبلا ربما عندما تصل إلى السن القانونية، هل يزعجكم هذا الموضوع دكتور مجيب؟ لا والله بالعكس، إحنا اليمن نفتخر ونعتز بأن إحنا دولة سباقة
بأنه حكمتنا بالكيس وأروى. نعم. طيب. هذا للرصيد اليمني. أما موضة توكل كرمان فهذا أهلا وسهلا بالانتخابات. هذا الشارع يعبر عن رأيه. أما موضوع الحوار إحنا ملتزمين بالحوار أختي الكريمة، لأنه ليس لدينا مخرج سوى الحوار. كما قال الدكتور قباطي إنه من 11 شهر لو إحنا بنقول لو استجابوا الجماعة في 22 مايو 2010 عندما الأخ الرئيس دعا إلى حوار وطني وقال تعالوا يا معارضة تشكيل حكومة وحدة وطنية وانتخابات رئاسية مبكرة. طيب. لو كان الخوف اللقاء المشترك أو المعارضة استمعوا للكلام لما عانينا 9 أشهر من سقوط ضحايا ومعاناة اقتصادية. كان هناك حوارات بين اللقاء المشترك وبين الرئيس علي عبد الله صالح وللأشهر الأخيرة إلى أن وصلنا إلى هذه المرحلة دكتور مجيب. نعم نعم أوكي ووصلنا إلى المبادرة الخليجية. الآن نحن نطلب المبادرة الخليجية من الطرف الذي لم يفي بالتزاماته كاملة. نحن ما زلنا الآن نرى في الحسبة بعض الميليشيات المسلحة في خط 60 في الدائري نرى النقاط. طيب. تفتيش المشهد علي محسن. نتمنى من اللجنة العسكرية أن تعلن بصدق بأمانة من المسؤول عن تأخير تنفيذ المبادرة الخليجية. طيب. وأنا أؤكد لك في الأخير نحن في يا أختي الكريمة نحن في المؤتمر الشعبي العام لم يبقى لي أي وقت، ولكن أود أن أختم مع دكتور محمد. دكتور، تبادر إلى ذهني وأنا أستمع إليكم الآن ما كان يقوله علي عبد الله صالح أنه من الصعب حكم اليمن، هل هو محق في قوله؟ لا لا، أظن هذا نوع من يعني تضخيم المشكلة والقول بأنه كان يحكم على رؤوس الثعابين، ويجب أن نتخلص من محاولات يعني التزييف مثل ما الآن الأخ مجيب الآنسي. أنا قلت قبل 11 شهر كان مفروض علي عبد الله صالح يوافق على المبادرة ويخرج من قبل 11 شهر. لما تكلم عن قضية الحوار، الحوار هو من أضعه علي عبد الله صالح قبل سنة ونصف عندما رفض الخطة اللي وضعها الدكتور عبد الكريم الإيرياني والنائب الرئيس حينها القائم بعمل الرئاسة حول خطة الخروج بتوافق، وكان ذلك في نوفمبر، وكنت أنا هنا مع الأستاذ المرحوم عبد العزيز عبد الغني وانقلب عليها علي عبد الله صالح. نعم. إذن يجب. طيب. أن نتخلى عن موقف المناورات ومحاولة التذاكي. الشباب لم يشركوا في العملية لأنه علي. طيب. عبد الله صالح أصر على أن يكون هذه أزمة بين المشترك وبين المؤتمر الشعبي وأخرج الشباب من اللعبة منذ البداية. إذن التذاكي دكتور محمد. التذاكي ومحاولة الاستمرار باللعب بنفس الطريقة مرفوضة وهي لا تساعد المرحلة. خرج الآن، رحل علي عبد الله صالح، ربما تتغير قواعد اللعبة. سأنهي معكما الاثنين. اليمن السعيد متى يعود؟ أبدأ معك دكتور عمر. يعود قريبا إن شاء الله، أنا متفائل إلى أبعد الحدود. أختم معك وسيم. سريع نقاط فقط. هو كان يتحدث أن موضوع الحوار كان الحوار لغرض الحوار، وهذا قلب للحقائق والجميع يعرف ذلك. النقطة الثانية، اليمن أسهل حكما من أي بلد آخر بدليل أنه 11 شهر الآن دون دولة، واليمنيون يتدبرون أمورهم ويعيشون في أحسن. ربما عندما كان عبد الله صالح يحكم الشعب اليمني فعلا شعب حكيم ويحب السلام ويحب أن يكون سلمي، وهذا ما ذهل العالم. الجميع يستغرب أن هناك 60 مليون قطعة سلاح لم تستخدم. النقطة الثالثة، لأن حقيقة ذكر فيها الشباب، نحن مفهوم أننا خرجنا لوزارة، أنا خرجت إلى الساحة من أن نصبح وزيرا نصبح، هذا أمر خاطئ. نحن خرجنا من أن يكون نقل أن يكون هناك نظام يحفظ حقي في أن أكون وزيرا متى شئت، في أن أكون رئيس جمهورية متى شئت. موعد اليمن السعيد قريبا طالما نتخلص من بقايا نظام علي عبد الله صالح. وصلنا بهذا إلى ختام الحلقة، طرحنا فيها موضوع صالح زعيم رابع في ذمة الربيع العربي والانتفاضة لا تقبل الصفح. سعدنا بمشاركة كل من السادة عمر عبد العزيز الكاتب والباحث اليمني ووسيم القرشي المتحدث باسم اللجنة التنظيمية للثورة اليمنية ضيفي في مركز الأخبار في دبي. من صنعاء مجيب الآنسي نائب رئيس الدائرة السياسية لحزب المؤتمر الشعبي، ومن لندن محمد قباطي عضو المجلس الوطني اليمني من لندن. بإمكانكم الاطلاع على هذه الحلقة على موقع المؤسسة الإلكترونية دبي ميديا نقطة AE، كما يسعدنا التواصل معكم عبر البريد الإلكتروني nqash@dmi.ae. من أجلهم قامت الانتفاضة وبأيديهم سيبنى غد اليمن الجديد. البناء يتطلب القوة والأمانة، الأمانة رضعوها قبل الحليب ربما، لكن القوة يفتقدونها. زهور اليمن، أطفاله، جيله الذي سيشيد الأسس يحتاج جرعات عاجلة من الرعاية الغذائية والصحية. 700,000 طفل يمني تحت سن الخامسة يواجهون سوء التغذية، منهم 500,000 يواجهون خطر الوفاة.
سوء التغذية سيعرضهم للإعاقة الذهنية والجسدية وإلى الموت في نهاية المطاف إن لم تسرع إليهم الخطوات الجريئة. صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف خشي من أن تسيطر القضايا الأخرى على برنامج حكومة تسير الأعمال فينسى أطفال اليمن روح الانتفاضة. إلى اللقاء.